هاي نوفمبر هو الشهر ال 11 من السنة ومن بين الأربعة أشهر يلي طولها 30 نهار. بالرزنامة الرومانية القديمة نوفمبر كان الشهر التاسع بالسنة مثل ما بيدل اسمه باللاتيني نوفم أو تسعة. يلي بيخلقوا بشهر تشرين الثاني بيكونوا من برج العقرب أو القوس. بالولايات المتحدة وكندا تشرين الثاني هو شهر اللحية أو نو شيف مونث. من هون طلعت فكرة موفمبر لتربية الشوارب بأستراليا وهدفها نشر الوعي حول الأمراض يلي بتصيب الرجال. لعبة المونوبولي ظهرت بتشرين الثاني سنة 1935. قناة السويس وأول نفق تحت المي بهولندا تم تدشينهم بتشرين الثاني، وبهالشهر كمان تعرف العالم على التليفون يلي زراره بتنكبس. مين قال إنه شهر تشرين الثاني مهم كتير عند اللبنانيين؟ لأنه كل سنة ب 22 هالشهر نحتفل بذكرى استقلال لبنان. أنا قال شوفكم بكره.